الذي يبدو بأنه يشعر بنوع من الإجهاد، يشعر بنوع من الإصابة، لذلك هو مطلب ربما أن يغادر أرضية الملعب. برونو هنريكي يقف بجانب كريم، هارون كامارا بديلا لعبد العزيز البيشي من أجل 20 دقيقة متبقية من زمن اللقاء. أحمد حجازي، حجازي يلعب كرة بالجانب الأيسر، بعد ذلك تعود مرة أخرى لديه عدد من التمريرات، المحاولة حاضرة بعد ذلك لدى زياد. زياد يبحث عن زميل، مر الكرة لدى كريم، ربما الربع ساعة التي بحث عن تمر فلادان قد مرت. عبد الرحمن العبود كنترول، عملية ضغط حاضرة موجودة أيضا، الكرة لا تزال مستمرة، المحاولة من الجانب الأيمن، فهد مولد ويبعد الليل هارون كامارا يأتي بهدف أول، هارون كامارا ليس بعد لم تنتهي في السبعين، يظهر هارون كامارا ويأتي بتقليص الفارق للعميد. هذه هي الكرة الأولى، جاءت من الفهد إلى هارون كامارا، هارون كامارا كان هو الحل من أجل الوصول إلى الشباك. هنالك 19 دقيقة وهنالك إيقاف من جانب إستيفان كوفاكس، هل هنا يحتسب الهدف؟ وبعد ذلك بعد أن تأكد يأمر بعملية استمرارية. 2-1 هنا ما بين الكومادوز والعميد، 2-1 في الجوهرة. 19 دقيقة ربما تكون مثيرة، ربما تكون مجنونة، ربما يكون هنالك سيناريو لم يخطر على الأذهان. عموما مدرج الاتحاد الآن يقوم بدورة، والدقائق المتبقية 20، الاتفاق ظل متقدما حتى الآن، لا زال متقدما، ظل محافظا على شباكه في 70 دقيقة. جاء هارون كامارا ليكون الحل من جانب كوزمي كونترا. حجازي إلى حمدان، حمدان إلى بعد ذلك إلى كورنادو، خذوا هات، محاولة تقدم مرور، الكرة لدى حمدان، وصلت لدى كورنادو، هذه خطيرة عكسية، وبعد ذلك ركنية اتحادية، انتفض النمر، استيقظ النمر في هذا التوقيت. الملعب الآن 30,000، الكل يقف، الكل يساند، الكل جماهير الاتحاد ربما الآن تعرف بأن فريقها قادر. الكرة تلعب عالية الارتقاء، حجازي وكرة تمر بعد ذلك إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. أكثر نتيجة حضرت في مواجهات ولقاءات الفريقين، 2-1 في دوري المحترفين هي النتيجة التي تحضر الآن، هي النتيجة التي تحدث الآن. حجازي والحسرة، حجازي وكرة قد مرت، عادت وصلت لدى من؟ عبد الله سالم البديل الآخر، عدد من البدلاء قد جاءوا، الكرة من فيليب وصلت لحمدان، بعد ذلك في الأمام هارون كامارا، هارون وكورنادو، وبعد ذلك الكرة لا زالت مرت، اجتازت ورمي التماس للاتفاق. كثير من العتب على كامارا، كان في أكثر من موعد، هل يكون الليلة إن عاد كامارا بالاتحاد؟ كذا رضا يا كامارا مع مدرج الاتحاد. هنالك ربع ساعة وفلادان يأمل بأن فريقه لا يفقد هذا التقدم. كرة بتعود واصلة بالوسط، رومارينيو إلى برونو هنريكي، بعد ذلك عبر الجانب الأيمن، المحاولة والكرة واصلة اتفاقية، نايم سليتي، نايم سليتي في كرة بالوسط، لاحظ الأعداد الاتفاقية،
الحاضرة في ملعب الاتحاد، الأمر الذي لم نشاهده ما قبل هدف تقليص الفارق. الكرة لدى لابود، لابود محاصر، لا يرسل لتوادر السالم بعد ذلك خلفية إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. عقارب الساعة تمضي، الدقائق تمر، ربع ساعة متبقية على الوقت الأصلي في ساعة الروماني. هنا فاد الخطيب، الكرة تعود لدى رئيس بولحي. شوف 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 كوزمين كودرا يركض في المنطقة يطالب اللاعبين وكأنه لو بيده يدخل أرضية الملعب. الكرة عند حمدان، حمدان إلى مين؟ زيادة الكروهي، وكروهي هذه المرة بالقدم اليسرى وإلى رمي التماس، إلى رمي التماس، رمي التماس حاضرة من جانب سيد المولد، سيد المولد إلى حامد الغامدي، كرات اتفاقية وليد أزارو. حمدان هذه المرة يبعدها إلى رمي التماس، يبعدها إلى رمي التماس. حامد الغامدي، عبد اللهوي يعيد كرة للخلف، رئيس بولحي يبعد الكرة مباشرة، لا يستطيع الإمساك بها للأمام، لتصل بعد ذلك من زياد إلى فهد المولد. هنالك لاعب وقع على أرضية الملعب الارتفاق، الاستمرارية باللاعب، لابود يتقدم من الجانب الأيمن، عكسية اصطدت وعادت اتفاقية. عبد اللهوي العكسية المرتدة، نايم سليتي مع زياد، خطأ يأتي من الفهد، الكرة مستمرة وصلت لدى الغامدي، الغامدي وصل بعد ذلك وليد أزارو. الكرة من حمدان إلى ركلة ركنية للاتفاق، ركلة ركنية للاتفاق، رتم سريع، أداء حاضر، مباراة تبدو بصورة رائعة من خلال هذه الدقائق من عناصر كلا الفريقين. ركلة ركنية، نايم سليتي على تنفيذ، نايم على تنفيذ هذه الكرة وسط نظرات من حكم اللقاء، رقابة رجل لرجل داخل منطقة الجزاء، مان تو مان، الكل ينتظر تنفيذ الركلة الركنية الرابعة للاتفاق، الحادي عشر في المباراة. الرأسية مرت يا فيليب، مرت يا كش، اللقطة الماضية فيليب كش واحدا من جاءوا بأربعة أهداف في مرمى الاتحاد من خلال مواجهات ولقاءات الفريقين. حجازي، حجازي يلعب كرة لدى برونو هنريكي، برونو مرر كرة لدى حمدان، المحاولة لإعادة كرة للخلف لدى كروهي. جانب من الإحصائيات والأرقام لمجريات ودقائق شوط اللقاء الثاني، كريم الأحمدي، كريم يلعب كرة لدى كورنادو، كورنادو استلم، كورنادو يفكر، كورنادو بعد ذلك يبحث عن العمق، لذلك أرسل كرة لدى كريم الأحمدي. التمرير الاستلام فهد مولد، فهد يتحرك مع لابود، لابود هذه المرة يبحث عن التوغل، خذوا هاد وقويتي، خطأ، خطأ من عبد الرحمن لابود، وحكم اللقاء لا يتردد في منح الورقة الصفراء. اعتراض كان من جانب لابود، رأى في ذلك كوفاكس لو كان في نوع من الشدة عبد الرحمن، لذلك الورقة الصفراء حاضرة بعد اللقطة الماضية أمام أيوب عبد اللهوي وعبد الرحمن لابود. هذه اللقطة ما بين رومو لابود، بحث عن كرات خذوهات قبل ارتكاب الخطأ مع أيوب عبد اللهوي. رئيس بولحي لديه بطاقة، لذلك ربما لا يبحث عن تأخير الوقت أكثر من ذلك. نفس الليتي، حمدان على كرة وصلت، هانت بعد ذلك لدى الوسط سوزا، سوزا يقدم أدوار كبيرة في وسط الملعب وأمال كبيرة بالنسبة لسوزا. الاستلام، محاولة الدوران، الكرة من نفس الليتي وصلت عن سيد مولد، سعيد بجانب الآن حامد الغامدي، حامد وسعيد، واصطدت في حمدان،
وركلة ركنية للاتفاق. نقترب من 10 دقائق الأخيرة، نقترب من الدقائق، أو دعني أقول التوقيت الأهم في المواجهة. 10 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي. ركلة ركنية موجودة، وليد أزارو حكم اللقاء يوقف اللعب، يطلب من نايم سليتي عدم التفييض، يطالب برونو هنريكي بالهدوء، يطالب أيضا بعدم عملية الشد والجذب داخل منطقة الجزاء. ركلة ركنية، برونو هنريكي في رقابة مع حزازي، نايم سليتي لعب الكرة القائم الأول، بعد ذلك من روما كورنادو، فهد مولد، فهد بكنترول، فهد بكورة، وصل بعد ذلك كمارا، شوف كورنادو أسرع من اللازم، أسرع من اللازم، تردد وكان يخاف التسلل كورنادو، لذلك الكرة الماضية قد عادت. كريم الأحمدي وصل بعد ذلك بيالي فهد مولد، بعد ذلك لزياد. الاتحاد يحاول التغطية من وليد أزارو، لابود يقع يكسب خطأ، ركلة حرة مباشرة هذه المرة أيضا، ورقة أخرى تظهر من جانب كوفاكس. البطاقات الصفراء تارة للاتحاد تارة للاتفاق يشهرها الروماني في هذا اللقاء. هنا اللقطة والخطأ على وليد أزارو كان واضحا، لذلك القرار جاء من جانب الروماني. الكرة الثابتة اتحادية لدى برونو هنريكي، حجازي يتقدم، برونو على التفييض يرسل الكرة عالية، خروج، الله، يرفض الاستسلام، الاتحاد يرفض السقوط، العميد يعود مع الدقيقة 80 وعن طريق زياد، وعن طريق زياد هو اللي زعلهم وهو اللي راضيهم، هو اللي زعلهم وهو اللي راضيهم. 2-2 هكذا هو السيناريو، هكذا هي قصة الليلة، ولا زالت لم تنتهي يا كاكي ويا حمد الله ويا جمهور الذهب. هنا حديث ربما يكون عن عبادني شريط لاصق فردية الملعب من جانب الجماهير بعد احتفالية 8 دقائق متبقية. بأي حال سوف تكون؟ بأي حال سوف تكون؟ الآن نشوف ونتابع، لا زالت يتحدث كوفاكس، هذا الحكم لا يذهب إلى الفار بل يتحدث مع معاونيه، وبعد ذلك يأخذ القرار. اللقطة اكتملت والقرار سليم، ولت 2 والاتفاق 2، انت الشرقية انت الغربية، أي سيناريو في الجوهرة، أي ليلة في العروس، هكذا الأمور تبدو بسيناريو مجنون حتى الآن، وبمباراة مثيرة، وبمباراة لم يرمي فيها العميد المنديل، لم يرمي فيها الاتحاد المنديل. زياد الصحفي من جاء بهدف بالخطأ، عاد فريقه، 7 دقائق المتبقية، بأي حال تكون؟ أترى لمن؟ أترى لمن؟ هل يتقاسم النقاط أم أن هدفا قادم ينهي النقاش وينهي الليلة وينهي السيناريو وينهي القصة؟ فهدد العبود، الكرة عند مين؟ وصلت عند كورنادو بالوسط من برونو، الاتحاد راغب في الثالث، العميد يبحث عن النقاط الثلاث، يبحثون عن الصدارة، يبحثون عن الهروب بها، يبحثون عن توسيع الفارق. الكرة من حجازي، حجازي يعيدها للخلف، الاتفاق كان متقدما، كان يطير من نقاط الثلاث، وكرة لدى كورنادو ومرور ووقوع وإبعاد يأتي من جانب الدفاع، هذه المرة اتفاقية، وصلت لدى زياد، روهيا مرة بالهجوم،
الدقائق المتبقية خمسة، زيادة لبرونو، سرعة 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 هكذا تبدو، رتم سريع وكرة باليمين وفهد لمولد أعطاها لدى رومارينيو، وبعد ذلك يطالبون والاستمرارية حاضرة باللاعب وفهد لدى رومارينيو، والثالث الثالث الثالث الثالث، النمر لما يظهر يخوف، ما حد يقدر قدامه يوقف، النمر لما يظهر يخوف، ما حد يقدر قدامه يوقف، الله أكبر يا عميد، الله أكبر يا عميد، الله أكبر يا عميد، الثالث، النمر لما يظهر يخوف، ما حد يقدر قدامه يوقف، شوف رومارينيو، شوف كورنادو وهارون كامارا ياتي بالثالث، كل يخاف، كل يخاف من رجعته، صاحب هيبة وعارف سكته، صاحب هيبة وعارف سكته، ثلاثة للعميد. نعم هالاتحاد فعلها في ليلة وبسيناريو مختلف، ربما يكون هنالك أمر آخر وأمر آخر على الفار. هاي اتحاد انت، هاي اتحاد انت، النمر لما يظهر يخوف يخوف، ما حد يقدر قدامه يوقف، 3-2 للاتحاد، 3-2 للاتحاد. اوه يا عميد، والله زمان، والله زمان، هذا الاتحاد الاصلي يا جماعه، في ذكرى ال 94 لتأسيس هذا العميد يظهر.